منشأة معلمة تاريخية تعيد أمجاد مدينة الدار البيضاء، تعيد أمجاد الأبطال اللي خرجت اليوم مدينة الدار البيضاء. 1939 معنا بطل حدانا. 1939 تم إنشاء هذه المعلمة اللي اليوم كتعاود تخرج للوجود وكتحيا في حلة جديدة وحلة رائعة. الحمد لله ما نسينا حتى فئة. اليوم غادي تشوفوا على أن الجميع ممكن طبعا يدخل كازا بلانكيز ويتسجل. هناك بطائق الانخراط باش يمكن لهم يجري ويديروا الجيمناستيك، يديروا الجودو، يديروا لا دانس، لا موسكولاسيون. القاعة طبعا ديال العروض، متحف الرياضي ايضا هو اليوم في كازا بلانكيز. فهذا طبعا هي معلمة البيضاويين كاملين اللي كيعرفوها مزيان اليوم تفتحات لوجوههم، فمرحبا بهم في هذه المعلمة ديالهم. والحمد لله بعد سنوات خرجت الوجود، الغرض اليوم هو أننا نفتحوها وتكون بالفعل يعني البيضاويين اللي عاشوا شحال هذه السبعينات الثمانينات التسعينات كانوا كيدوزوا كيشوفوا هذا المنظر. الناس كتجري، هذا الشيء كيفكر على أننا خصنا نمارسوا الرياضة يوميا وخصنا نكونوا حيويين. فهنيئا البيضاوة بهذه المعلمة التاريخية الجديدة. هذا نهار كبير لأننا كنفتتحوا واحد المعلمة تاريخية رياضية بيضاوية مهمة جدا ومحبوبة جدا عند البيضاويين، عند الرياضيين وعندنا كاملين في الحقيقة. كنفتخر بزاف انني خدمت على مع الفرق التقنيه اللي خدموا معايا اللي كنحييهم من هذا المنبر، مع الفرق الاداريه اللي خدموا معنا. كنفتخر بزاف انني كان لينا الشرف اننا خدمنا على هذه المعلمه الكبيره. احنا راه حاولنا نخليو فيها الروح ديالها، يعني كاع اللي كان في لاكازا بلانكيز بقى ولكن طورناها واحد شويه، لاننا احنا دابا في 2024 يعني اننا مثلا زدنا لي كولوار، درنا دو تارتون في لابيست داتليتيزم، تعاودات لا سال دو جيمناستيك كامله ودار فيها دو باركي ماسيف، زدنا دو نوفيل كومبوزونت في لا جيمناستيك بحال دي اسباس دو بيبي جيم ايتترا افيك ان ايكيبمون جديد، وزدنا واحد لا كومبوزونت ثقافيه، واحد المكون جديد ثقافي في العماره الثانيه اللي فيها قاعه عبد الصمد الكنفاوي اللي تم الترميم ديالها من طرف وزاره الثقافه. تزادوا كذلك واحد جوج ديال الطوابق اللي فيهم ثلاثه ديال القاعات كبار، داروا فيهم دي سال دو ليكتور، قاعات للقراءه للبحث. يعني ان حنا كنتمناو ان وليداتنا ملي غايجيو لمدرسه لا كازا بلانكيز يتلمدوا في الرياضه اللي تشاوها ولا اللي بغاوها، من يساو يقدروا يطلعوا يديروا بحث ديالهم، يقراوا كتاب، يديروا التمارين ديالهم، يمكن يديروا لي ديفوا قبل ما يمشيو لمدرستهم. المهم ان حنا ليدي هي يكون واحد الروح هنا ديال الوليدات اللي غيدخلوا لهنا، يكون واحد الفضاء متكامل اللي يقدروا يجبروا فيه راحتهم، الوالدين يرتاحوا على وليداتهم، حطوهم في واحد الفضاء مزيان. انا كنت مسؤول على هاد المعلمه، لان حقيقه ولات معلمه، هي كانت عندها تاريخ متجدر في الرياضه المغربيه وعطائها كبير في الرياضه المغربيه. دير عطات العاب بطله اولمبيه اللي هنا والمتوكل، عطات فريق وطني مغربي ديال، باش نذكر لكم غير الحاجه اللي هي كبيره اللي كان في نهايه 72 في النهائيات ديال التناوب ديال 400 متر، عطات ملكه حدقي اللي مع فاطمه الفقير هما اول مغربيات اللي شاركوا في الالعاب الاولمبيه. هنا تاريخ، وعطات في الجمباز رياضيين في المستوى العالي جدا اللي كانوا تيمثلوا المغرب في الالعاب العربيه في الالعاب المتوسطيه وبامتياز، ولكن مع الاسف تهمل ومات. اليوم الا بغينا يرجع للحياه خصنا نرجعوا له الروح ديالو. الروح ديالو شنو هي؟ دوك الانديه اللي كانت متواجده هنايا. تنظن انا برايي المتواضع انه نطلبوا من دوك الانديه انهم يرجعوا لهذ المعلمه ويستوطنوا هنا، باش الناس العائلات والوليدات اللي تيجيو يلقاو اولا شكون اللي يعتني بهم، يلقاو داك الحياه الرياضيه كيف خصها تكون، لان الحياه الرياضيه ما خصهاش تكون جافه. ماشي تنجيب الساكي وتنحطو وتندخل نجري ونعاود ندخل، خص نلقى واحد النوع ديال التعامل مجتمعي اللي كان هنايا واللي كان هو اللي خلق الرواج وخلق حتى الجاذبيه. لان كان مثلا شي وداد يبغاو ولدو يمارس العاب القوى تيجي تلقى الوداد، رجاوي يبغى يمارس العاب القوى تيجي تلقى الرجاء، واحد نضرب غلف بغى شباب من الشباب بغى نجم الشباب بغى ولدو يمارس تيجي تلقى نجم الشباب، تلقى السيمسي اللي كان واحد النادي عريق في الدار البيضاء، النادي البلدي البيضاوي هو اللي عطانا هو المتوكل. يعني هذه الحياه خصها ترجع. الى رجعت هذه الحياه تنظن على انه هذه المعلمه غادي تلعب واحد الدور كبير في الرياضه البيضاويه واللي غيكون عندها انعكاس على الرياضه المغربيه.
اليوم انا كنتواجد في هذا الفضاء كرئيسه نادي، ومن قبل ملي كانت كازا بلونكيز بالفضاء القديم كنت سعده او بطله امثل نادي الرجاء الرياضي للفرع على القوى. هذا الفضاء كان متواضعا لكنه اعطانا ابطال عالميين كبار مثل عبد السلام الرادي في 1960، كان اول عربي ومغربي يفوز بفضيه العاب الاولمبيه، من بعده بشعيب المعاشي اللي كان من هذا الفضاء هذا حتى هو تاهل الاولمبياد وفاز بميداليه في سنه 64. كذلك نوال المتوكل غني عن التعريف التي فازت بميداليه الالعاب الاولمبيه. كنا كلنا نتدرب هنا في هذا الفضاء مع بعض دون انحياز، لان هذا الفضاء كان يجمع معظم الانديه البيضاويه مثل نادي الرجاء، الوداد، نجم الشباب، السيمسي وغيرهم. كنا تنخلقوا واحد الجو تاع معسكر رياضي ولكن بلا ما تنشعروا بانه معسكر. احنا اليوم كنتواجدوا هنا بهذا الفضاء بنمط جديد بحلبه مطاطيه، لانه قبل ما كانتش مطاطيه. انتظروا ان شاء الله ابطال عالميين في المستوى ديال الالعاب اللي كتكون دابا باوقات يعني ان شاء الله ارقام قياسيه.